تحس الكويتيين تغيروا بالليل الحين يعني تقريبا 11 11 ونص تسرون اول بالكويت العتيجه المر الكويتي عمنا بدر ساج ما تاخروا عدي العشر لا والله زين يعني ينامون من التعب ولا ينامون من ماكو شغل؟ ماكو شغل الله سبحان الله ويقعدون الساعه كم؟ اهلا اهلا بسم الله حبيبنا شلونك؟ الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يقويك هلا هلا بالسيد اي والله اي والله تصبح على خير الله يبارك فيك يعني يقعدون عمي مع والله انا اسال عنك شكرا عمي يعني الكويتيين يقعدون مع شقة الشمس؟ ها؟ مع شقة الصبح؟ الله ماكو اول رباده مو رباديه اي والله رباده كلمه كويتي عتيجه حان المره تتعب اول اكثر من ريال ولا الريال؟ لا كلهم مع بعض بعد هم هذه تتعب بالبيت وتسوقون فيه ما تقول ابي خدامه ولا ماكو خدامه اي صح هو يقول لها الريال ابوها ريال بالقوس مسكين يمكن يحصل فلوس مال القوس ولا ما يحصل لما حصلوا دانه ولا هي ما يعطونا شيء صح بس ما يقدر يجيب خدامه صح اول خدامه بس عند التسمين صح يا رب تصبح على خير دلق السهيل عمي اذا دلق السهيل لا تامن السهيل وتلمس الرطب يا تلمس الرطب بالليل بالليل يا رب انت بيتك في نخله شوفه قديمه هذا وليد احنا انا هاي النخل مالي زمان جبتهم من البصره الله زرعتهم من وين من الصنقر؟ اي من الصنقر الله هذول هم النخل ما شاء الله يا رب نخل البصره اي سنه؟ حلو ها؟ اي سنه؟ بالستينات 64؟ 64 انا ميلادي 64 اي عدل الله يعطيك الصحه والعافيه عمي شكرا تصبحون على خير مع السلامه هلا والله انتم من اهله مع السلامه